السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطلح جديد من مصطلحات الذكاء الاصطناعي Human in the Loop أو HITA، ده عبارة عن نهج في الذكاء الاصطناعي بيتم دمج البشر في حلقة صنع القرار. نظام الذكاء الاصطناعي يعني عندنا قرار عايزين ناخده، فلازم يكون البشر موجودين في القرار دوت من ناحية توفير المدخلات والتعليقات والإشراف، وغالبا ما يستخدم في تطبيقات مثل صنع القرار بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي والتوسيع المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يعني الشخص في الأول وفي الآخر الإنسان هو اللي هياخد القرار، يعني إحنا مش هننتخب الإنسان الآلي هو اللي يبقى الحاكم أو هو اللي يبقى عضو مجلس الشعب أو هو القاضي، لأ هو هيكون مساعد للرئيس أو للوزير أو لمتخذ القرار أو للقاضي. هو بيستعين بالذكاء الاصطناعي في ان هو يقارن بين البدائل ويقول له انهي بديل الافضل، لكن الانسان في الاول وفي الاخر هو اللي لازم ياخد قرار، لان ممكن من وجهه نظر الذكاء الاصطناعي ان احنا ممكن نموت نص البشر عشان نص البشر التانيين يعيشوا في رخاء ورفاهيه، ممكن القرار يكون غير سليم. فلذلك لازم في الاول وفي الاخر البشر هم اللي يكون بيرجح انهي قرار الاخير. هو الذكاء الاصطناعي ممكن يقارن لك بين 60 بديل ويديك افضل بديلين، لكن الاختيار النهائي والتأكيد يكون من الإنسان.